علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين يكون عمهم ويكون ماذا؟ جدهم. جدهم من الأم هو أمهم رقية ابنة أمير المؤمنين، وعمهم يعني أخو جدهم عقيل عليه السلام. فلما عرف أنهما أبناء رسول الله من ذرية الزهراء عليه السلام بكى وأطلقهما. وصور لنا ملا عطية هذا الحوار اللطيف، خفف علينا القيد وارحمنا يا سجان، ما احنا من اهل بيت النبي وبين الدهر خان، مسلم ابونا والاهل كلهم سلاطين، إن وجدنا علي صاحب البيعه وخالنا حسين، وذيك العشيرة صاحبي أصايح البين، ظلوا على حر الثرى وضاعت النسوة، وإحنا انهزمنا وروعتنا هجمة الخيل، وفي البر توهنا وعلينا هود الليل، وما ندريش حالة النسوان والعليل، يقولون جابهم سبايا لأرض كوفة، قالهم شعبتوني وفت قلبي حكيكم، صغار ويتامى شحال قلبكم، عليكم من قبل يا بعد الأهل مروا بسبيكم، فوق المطايا وخالكم راسه بالسنان يا علي. أنا بعيني بعيني شفت حرة على ظهر المطية، ذوبت قلبة نوح نوح الراعبية، وكل من يناديها ترى هذه الخارجية، نو بنت نوح ونو بنت باري النسوة، أطلق سراح الأطفال هاموا في البراري والقفار، إلى أن دخلوا على امرأة أجارتهما كمثل حال مسلم بن عقيل، لما وقف على باب تلك المرأة طوع أجارت أما ليلة واحدة، وقد أشاع ابن زياد الذي يمسك بالطفلين له جائزة عظيمة، زوجها اللعين كان امرأة سوء، أبحث عنهما بحثا طويلا، دخل البيت صار يحدث زوجته بما أتعبه في مثل هذا اليوم، فأمرته بأن يبتعد عن الأطفال، شك فيها دخل غرفة من غرف البيت، وجد الطفلين نائمين، غطى في النوم. تقول الرواية استيقظ الكبير فزعا مرعوبا، أوقظ أخوه الصغير قال له أخي للتو رأيت والدي مسلم، وجدي علي وجدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وهما يقولان لأبي مسلم لماذا تركت الطفلين آؤنا؟ فقال مسلم وقال أبي ألما إلي إلي يا أبنائي، وما نظنها إلا آخر ليلة في حياتنا. دخل ذلك اللعين عليهم استعطفوه، ما تعاطف معهم، نحن أبناء رسول الله، نحن أبناء أمير المؤمنين، ما رحمهما ذلك اللعين. تقول الرواية جاء للكبير رفع كفه صفعه على خده حتى كسر الأضراس من حين المنادي وحسين، أين المنادي ومسلما؟ فقالوا له إن شئت بقتلنا امهلنا قليلا لعلنا نصلي إلى ربنا ركعتين، صلى يا ركعتين إلى الله، ثم قال لعبده أن اذهب بهما إلى النهر واقطع رأسيهما
ذهبا معهما ذهب معهما قالوا له أنت أسود تشبه بلال مؤذن رسول الله من تكون قالوا له نحن أولاد مسلم بن عقيل هلا أطلقت سراحنا فك قيديهما وسبح في النهر فجاء ذلك اللعين حمل سيفه أين المنادي ومسلم عندها جاء الكبير قال اذبحني اذبحني قبل أخي الصغير صلوا يا ويلي والدمع يجري بالعيون ودح أخي واحنا على عضيدة ونونة المطعوم ودع أخي وصار خاطب الملعون اذبحني قبل خي يقل يا ابني الأنذار اذبحني قبل خي ما اقدر اشوف فنه بهذه الحالة يتمرغ على التراب قلبي لا يساعدني قلبي لا يطاوعني انظر الى اخي فانتدبت صغير وقال اذبحني قبل اخي الكبير هذا يقول اذبحني والرجس من شاف المسابق للمنية إيه حز راسي الأكبر والجدل قدام خيه يا علي يا علي مظلي تمرغ بالدمى السودة علي أين المنادون وحسين اقل خلي ابد مرغ بدمه خلني على جثة عزيز الروح ساعة بتزود منه وبتزود من وداعه ما رحمنا حباته وفتح بالسيف باع وحالا قطع راسه ايش مفضعها من احوال يا علي يا علي ما حال أمهم وهي تنتظر هؤلاء الأطفال أقمار صغار ماتوا من عندي تجردوا في براري كربلاء كأني بئات خاطب زينب والله مصايب علي فتة فادي قوم يا زينب بالعجل ننظر الوادي إيه خافوا يا ويلي أتاهوا في البوادي يحفظكم الله من الكوفة ديرة الشوق أين المنادون ومسلما أين المنادون وسيدا أيتام اثنين ذبايح بالنهار أيتام اثنين احفظ وياي أيتام اثنين ذبايح بالنهار أيتام اثنين ذبايح أيتام جنهم أقمار المضية هاوت من عالي سماها صابها سهم المنية وبالنار تسبح رماها روس ما فيها جنايز صبغة الماء بدماها وام الطفلين تجر ونا وتصيح وين الطفلين عليك ايتام اثنين ذبايح بالنهار ايتام يلا شباب اعلى ايتام اثنين وين جدهم وين عمهم وين أمهم وين أبوهم
ليش ما حد حاضر لأم من عقب ما ذبحوه روزهم راحت هدية والجنايز ما باغوهم وام الطفلين تجر ونا وتصيح وين الطفلة عليك ايتام اثنين ذبايح ايتام عود وياي ايتام اثنين والكفلهم ظل ثلاث ايام متوسد الغبرة من عزل راسه وصدره من طحن بخيول عشرة واليتامى نحورهم تنزف مثل ما نزف نحرا يا علي واليتامى نحورهم تنزف مثل ما نزف نحرا وام الطفلين تجر ونا وتصيح وين الطفلين ايتام ايتام اثن ذبا ايت بعد مرة والدتهم فوق ناقم هزلة تبكي وتنادي ساعة تلطم راسها وساعة صدرها بالأيادي وين رحتوا بهالبراري جاوبوني يا أولادي وام الطفلين تجر ونا وتصيح وين الطفلة أولاد أولاد فارقوها هاليتامى وصار من هالقلب ذايب وانحنت الاضلاع منها وصار منها الراس شايب من يدليني على اولادي عيمت عين المصايب وام الطفلين تجر ونا وتصيح وين الطفلين اولاد أو ذبايح اولاد اللهم صل على محمد وآل محمد اشفي كل مريض فك قيد كل يسير رد كل غريب انتقم لنا ممن ظلمنا وهتك حرمتنا وروع نساءنا وقتل وشرد شبابنا وضيق